تابوت الملك منقورع. في ناس فاكره ان المرحله بتاعت الملك منقورع وخوفو وخفرع كانوا بيدفنوا في توابيت من الجرانيت، وده غلط يا جماعه. ده توابيت من الجرانيت دي، ده الناموس الخارجي، لكن بيبقى داخل الناموس الخارجي ده توابيت من الخشب. بس مع الاسف احنا لقينا التابوت بتاع الملك منقورع بس علشان كان في سرقه بتحصل في الفتره دي، فالتابوت ده اتسرق وراح المتحف البريطاني حاليا. والناموس اللي هو التابوت الجرانيتي ده حصل مأساة بسببه. ده اللي وصل لنا، مكتوب عليه اسم الملك منقورع، وده من احد الاسباب اللي من خلاله عرفنا ان ده تبع الملك منقورع. في ناس بقى هتستغرب، هتقولي يا نيرفانا ايه ده، انت بتكذبي علينا بقى، الملك منقورع اللي بنى عقبه اكبر هرم هيدفن في خشب؟ يا جماعه عادي، لان في المرحله دي كان عندهم انهم يدفنوا في بيت خشب، لكن في عصر الملك توت عنخ امون كانوا بيدفنوا في توابيت من الذهب. ده بيختلف، مش كلهم واحد. وكمان ايش دخل المبنى العالي في الخشب او من غير خشب؟ وده ليه؟ لان المصريين القدماء كانوا بسطاء جدا وكانوا بيقتنعوا بالحاجه اللي موجوده، مش لازم نكون اوفر. او لو كان في ذهب في المرحله دي كانوا دفنوا فيه عادي.